أحسن الله إليكم. نأخذ علي من جدة، تفضل أخي علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياكم الله. الله يعطيك العافية. في أخوي طال عمرك تنوم 20 يوم في المستشفى، هل عليه الصلاة يقضيها ولا لا؟ نعم، المسلم لا يترك الصلاة ما دام عقله باقيا، سواء كان في المستشفى أو في غيره، لكنه يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. فالمسلم لا يترك الصلاة ما دام عقله باقيا، ويصليها على حسب استطاعته. إن كان يستطيع التطهر بالماء فإنه يجب عليه ذلك، وإن كان لا يستطيع التطهر بالماء فإنه يتيمم بالتراب ويصلي والحمد لله. وهذا خطأ، أنه يترك الصلاة 10 أيام أو أكثر، ولا حتى يوم واحد، ولا فرض واحد يتركه بحجة أنه مريض، هذا لا يجوز. نعم. لا، 10 أيام هو كان مرة تعبان يا شيخ. ولو هو تعبان ما دام فكره معه يصلي الصلاة في وقتها، وإذا احتاج إلى الجمع يجمع أيضا ولا يترك الصلاة. نعم.